احنا النهارده حققنا اعجاز اقتصادي، اعجاز اقتصادي لما نقفز في المعاشات لما قفزنا اليه من 700 جنيه في 2002 و2003 نصل النهارده الى 3000 جنيه. ده اعجاز. لما يبقى السنه ب 75 جنيه اعجاز. لما يبقى الحد الادنى للمعاش 1000 جنيه اعجاز، لانه ده مش موجود في اي نقابه اخرى، مش موجود في اي نقابه مهنيه اخرى، ومش موجود كمان في التامين والمعاشات. احنا تفوقنا عن التامين والمعاش في توفير المعاش. احنا مش بس فقط المعاش الشهري، احنا عندنا معاش الدفعه الواحده اللي قيمته 100,000 جنيه. احنا مش بس وقفنا عند معاشات جديده، احنا رجعنا كل المعاشات القديمه، رجعنا كل المعاشات القديمه، زودناها للي ناسي 10% ثم 5% ثم سنويا، ثم 100 جنيه للأرملة، 100 جنيه للطفل اليتيم، ثم زيادة 35% في القرارات الجمعية العمومية الجديدة. اللي بيكلمني عن إن إحنا ندي في المعاشات، ندي لأصحاب المعاشات والأرامل في المناسبات والأعياد هدايا، أنا قلت له، أنا بقول له لا، أنا عايز نساهم في دعمهم كل شهر، مش بس في المناسبات، مش بس بنقدم عديات، إنما الزيادة اللي تمت علشان كرامتهم. أنا بستاء لما بشوف في عيد من الأعياد ونيجي ندي فلوس للناس. ده كلام يقلل من شأنهم أمامنا وأمام أنفسهم وأمام أقرانهم. أنا عايز الناس تبقى عزيزة وهي في بيوتها، عزيزة وهي في مكانها، مش عزيزة بالطلب ولا بالمناسبة ولا بالشحاتة. لا نقبل هذا الامر على محامي ابدا طول ما احنا محامين وطول ما احنا في مجلس نقابه المحامين. انما دي مسؤوليتنا كل مرحله نقدم زياده، كل مرحله. وانا اوعدكم انه اي زياده في المعاش القادم للجديد هيصاحبها زياده في المعاشات القديمه. هيصاحبها مع زياده في المعاشات القديمه. القرار اللي صدر، القرار اللي صدر في الجمعيه العموميه عن احتفاظ الاسره بكامل قيمه المعاش المقرر ابتداء عند خروج اخر مستحق فيه. بمعنى انه لو فضلت الارمله او لو فضلت الابن فقط هتاخد كل المعاش. مش هناخد نقابه المحامين، مش هتاخد حاجه. خلاص هيرد للمحامي، ده تكريم لاسره المحامي. ده تعظيم من دور المحامين، وايضا ده اللي افتقدنا الان، ده مش معناه ان احنا وصلنا الى اقصى امانينا، لا، احنا وصلنا للحد الادنى في امانينا. ده بقول لحضراتكم اللي احنا عملناه الحد الادنى فيما نطلبه وفيما نامله خلال المرحله القادمه. الطفره اللي حصلت في العلاج طفره غير مسبوقه. احنا ضاعفنا تقريبا العلاج عن السنه اللي فاتت، وده ظهر في ارقام الصرف. انا لما يبقى عندي العلاج حتى 31 ديسمبر على مستوى الجمهورية 310 مليون جنيه. كان السنة اللي فاتت أقل من 150 جنيه. إذا ده معناه إنه في مضاعفة. هذا الرقم إحنا ما اخترعناهوش. هذا الرقم مطبق على كل المحامين، ودي ميزانية مش ميزانية نقابة. دي ميزانية دولة. إن إحنا ننفق 310 مليون جنيه على بند واحد اسمه العلاج. بالإضافة إلى ما سوف يصرف على المعاشات المختلفة. ده معناه إن إحنا بنمشي لقدام، بندفع لقدام، بنتطور لقدام علشان ما نتراجعش